يلا يا رجاله يعني هم محمد هيكون رايحين كانوا احنا في بص كده عايزين ايه طيب؟ قول لي وانا هقول له الكاوي؟ قول له الكاوي مين متكاوي؟ مين؟ في كل حاجه مفيش حاجه هتشتغل بقى باذان المغرب مفيش حاجه هتشتغل بقى باذان المغرب ممكن نرجع مفيش حاجه هتحصل بعد اذان المغرب ممكن نرجع احنا هنفطر وخلاص هنفطر وخلاص مفيش حاجه هتحصل بعد اذان المغرب نهدى نهدى عشان الاذان الناس بقى اللي واقفه ومش لاقيه مكان تطلع على الشارع العمومي مره في تلاميذات اتعملت الناس اللي واقفه وما بلاقاش مكان تطلع بره على العمومي بعد اذنكم في ترابيزات بره وبعد اذان المغرب مفيش اي حاجه هتحصل بعد اذن اخواتنا استحكمونا محدش يضرب صناريخ بعد اذنكم ممنوع يلعب الناريه بعد اذنكم بعد اذن اخواتنا محدش يضرب صواريخ بعد اذنكم